السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على موضوع التزاوج بين السلاحف. طبعا الطلب مني كتير جدا الموضوع ده، فقلت بقى اما اجمع لكم شوية صور وشوية معلومات واعمل لكم الفيديو. يا رب الفيديو يفيدكم النهاردة. بس عايزة اقول لكم قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا، اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي ويعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناة ويفعل الجرس عشان كل فيديوهاتي توصله بكل سهولة. تمام. مبدئيا كده هنتكلم على وقت البلوغ الجنسي عند السلاحف. طبعا البلوغ الجنسي بيتعلق بالعناية والتغذية اللي بتحصل عليهم السلحفة، يعني كل ما بتغذوها اكتر كل ما الملامح بتاعت الذكر او الجنس يعني بيبان. بنقدر نفرق بين الولد والبنت او الذكر والانثى بعد سن ال6 سنين، والتزاوج كذلك بعد برضو سن ال6 سنين. تمام. في اوقات بقى بتحصل ان السلحفة بلغت قبل او بعد المعدل الطبيعي للبلوغ. تمام. طيب هنقول عمر البلوغ عند الجنس. اول حاجة لما بيحصل تزاوج بتبقى الانثى اكبر من الذكر في حدود حوالي 2 سنتي 3 لغاية 5 سنتي، ده عشان يحصل تزاوج بينهم. ده مبدئيا كده زي ما انتم شايفين في الصورة، الذكر هو الصغير والانثى هي الكبيرة. سبحان الله، غير احنا عندنا في البشر دايما الراجل هو اللي بيبقى كبير والذكر بيبقى صغير. طب احنا نعرف الذكر من ايه؟ الجزء اللي بيطلع من الديل بتاع الذكر ده، ده بيدل انه ذكر. تمام. فما نقلقش خالص، كده بيبقى ذكر وخلاص كبر وبلغ يعني كمان، وينفع بقى انه يتجوز. عشان برضو بتجيلي اسئلة كتير على الصورة دي، انا السلحفة بتاعتي وهي بتعمل بيبي ديلها طلع حاجة حمرة كده وانا اتخضيت، دي طبيعي ولا مش طبيعي؟ لا ده طبيعي جدا، وهو بيعرفنا انه هو كبر وخلاص كده حصل عايز يتجوز يعني. طبعا الجزء ده بيحصل اتصال بينه وبين السلحفة الانثى لما بيجي يحصل تزاوج يعني. تمام. طيب هنقول عمر البلوغ الجنسي عند السلاحف البرية. عند الذكور بيبقى من حوالي 13 سنة، وعند الإناث من حوالي 15 سنة. جيل البلوغ بقى الجنسي عند السلاحف المائية أو البرمائية، إيه اللي بيحصل بقى؟ هنقول بقى بشكل عام البرمائية لا تبلغ قبل طول 12 سنتي، وبرضو التغذية لها دور مهم جدا في مرحلة البلوغ. البلوغ عند الذكور من عمر 2 لـ5 سنوات، أما عند الإناث من 5 سنوات لـ7 سنوات، وبرضو بيصل طول الصدفة لـ12 سنتي، يعني ما بتصل لـ12 سنتي كده بتبقى إيه، ممكن تتجوز. طيب موعد التزاوج بقى بيجي إمتى؟ موسم التزاوج زي ما بنقول بعد انتهاء فصل الشتاء وفترة البيت الشتوي، يعني بتبتدي بقى السلاحف البرية أو المائية بتخرج بقى من المغبأ بتاعها، بتبحث بقى عن الأكل وعن الزواج كي تستمر الحياة يعني. تمام. بدايته بقى فصل الربيع هو موسم التزاوج، وبيستمر لغاية فصل الخريف. طيب مرحلة التعارف، أنا طبعا جايبالكوا الصور دي من على النت عشان أشرح لكم وأنا بتكلم كده تكونوا فاهمين أكتر أنا بقول إيه. الصور دي كلها التزاوج بتاعت السلاحف. تمام. هنيجي بقى مرحلة التعارف اللي بقولكوا عليها. الذكر بقى بيبتدي يلفت انتباه الأنثى بحاجات كده يعملها عشان ايه، طبعا هو اللي يفوز بيها وهو اللي يتجوزها. بيبتدي بقى يثبت لها مدى قوته وسيطرته على المكان وانه أكفأ واحد للجواز بيها يعني. فبيبتدي يعمل ايه عفوا، بيبتدي طبعا طبعا التزاوج عند السلاحف البرية غير البرمائية، هشرح لكم الاتنين ان شاء الله. بتبتدي بقى التعارف عند السلاحف البرية. اول حاجة بيبتدي الذكر يبحث عن انثى بالغة، يعني انثى كبيرة جاهزة للجواز يعني، بيشوفها من مسافة بعيدة جدا يعني، هو بيشوفها وبيبتدي يتحرك ناحيتها بسرعة جدا يعني، بيجري عشان يوصل لها سرعة غير عادية يعني، وبيبتدي يصدر اصوات معينة كده مثل الصريخ عشان يلفت نظر السلحفة بتاعته. تمام. طبعا عشان يعني يجذب انتباهها وكده، بس طبعا للأسف
السلحفة ما بتسمعوش، لان السلحفة بتبقى سمعها قليل جدا. تمام كده. هي طبعا السلحفة بتحب الضلمة وبتحب الهدوء وسمعها ضعيف جدا يعني. اول بقى ما بيوصل بيبتدي بقى يخبطها بالصدفة بتاعته من الخلف كده خبطات قوية جدا كذا مرة، بيبتدي يقعد يخبط فيها، وممكن كمان يعضها عضات خفيفة كده من رقبتها او من رجليها او من راسها على اساس يلفت نظرها. تمام. لو الانثى بقى رفضت الذكر فبترفضه وبتجري يعني، بتحاول الهروب منه يعني. ولو الأنثى موافقة على الجواز ده بتقف وبتستقبل الجواز عادي. تمام. طيب هنيجي بقى للسلاحف البرمائية. بيحصل بقى التزاوج في السلاحف البرمائية في وسط المية، وبتسمى عملية التزاوج دي رقص السلاحف، بيقعد حوالي ربع ساعة مستمر. الرقصة بتبقى عبارة عن ايه بقى؟ بيبتدي الذكر يسبح بشكل دائري كده حوالين الانثى عشان يلفت نظرها طبعا، سبحان الله يعني، لمدة ربع ساعة، وبيبتدي برضو يعضها عضات خفيفة كده في اطرافها، في رجليها، في ايديها، وبيرجع مرة تانية يقعد يسبح حواليها ويعضها هكذا، وممكن يحك راسه في راسها كده يعني بحاجات خفيفة كده. لو الانثى رقصت مع الذكر كده تبقى ايه؟ موافقة على الجواز. أما لو بعدت عنه وابتدت تسبح بعيد كده بتبقى رافضة الجواز. تمام. أما بقى لو كانت موافقة بتبتدي تثبت وبيبتدي بقى يطلع على الصدفة بتاعتها. ده بالنسبة للسلاحف البرمائية. أما التزاوج بقى عند السلاحف البرية بيبقى في وسط الأرض. بيجي برضو الذكر لو السلحفة وقفت موافقة يعني على الجواز بتبتدي تقف وما بتجريش منه ولا حاجة، وبيبتدي زي المنظر اللي في الصورة قدامنا كده، هو ده التزاوج عندهم يعني. وإيه تاني؟ وسبحان الله لو حصل التزاوج ممكن الأنثى بتفضل محتفظة بالزواج ده لمدة 4 سنوات كاملين. سبحان الله. فممكن بقى لو احنا عندنا انثى وباضت ممكن تفضل تبيض لمدة 4 سنوات من غير ما تحتاج لذكر معاها او يكون متواجد معاها يعني. فطبعا الانثى بتبقى عارفة حاجة زي كده كويس، ان هي محتفظة بالبيض مثلا في بطنها ممكن يفقس لمدة 4 سنين. اما الذكور مش بيبقوا مميزين حاجة زي كده، بيبقوا عايزين برضو في كل موسم التزاوج بيفضلوا يبحثوا عن الاناث عشان يتجوزوهم، بس السلحفة هي اللي بترفض بقى لانها بتبقى عارفة الموضوع ده، فبتبتدي تهرب من الذكر وبتبتدي تحرك راسها جامد ودراعها واطرافها وديلها بقوة لليمين والشمال كده، وممكن توقعه يعني، ممكن توقع الذكر من على ظهرها سبحان الله يعني، ودي بتبقى مشكلة بقى لو وقع على ظهره. اما بقى التزاوج عند البرمائية نفس الشيء بالظبط، لو وافقت على الجواز بتبتدي تقف في وسط المية وبتحصل عملية الزواج. اما لو رافضة الجواز بتفضل تحرك راسها ودراعها وتسبح بقوة للشمال واليمين عشان توقف عملية الجواز. تمام. في بقى حالات شاذة بتحصل بين السلاحف بصفة عامة زي الصورة اللي قدامكم كده، اللي هم الذكور بيتجوزوا بعض مثلا ذكرين يتجوزوا أنثى واحدة، وده طبعا ما بينفعش، وهكذا يعني. طبعا ده بيحصل لما بيبقى فيه أنثى واحدة بس وكذا ذكر موجودين، فبيبتدوا يعملوا اللي قلت عليه، الذكر بيجي يتجوز الأنثى والذكر التاني مش بيبقى مميز بقى أو حاجة زي كده، فبيبتدي يتجوز الذكر، ذكرين بيتجوزوا أنثى واحدة، فده طبعا ما بينفعش زي ما قلت لكم كده. تمام كده. أنا يبقى كده شرحت لكم الجواز في البرية والبرمائية. يا رب الفيديو النهاردة أكون قدرت أوصل لكم معلومة ولو صغيرة، وإذا استفدتوا بقى من الفيديو ولو بمعلومة صغيرة ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتي توصل لكم. وإن شاء الله هحط لكم رابط الفيس اللي عايز يتواصل معايا في المسابقة، هحط لكم رابط الفيس في أول تعليق.
وان شاء الله برضو هستنى تعليقاتكم. لو الفيديو عجبكم، اي فيديو انتوا عايزينه انا تحت امركم. الى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. باي باي.